نرجع للموضوع في عموميته، مسألة المساس المعتقدية هو الأسلم الساعة في مجتمع معناها قائم على أساس المواطنة مش على أساس الدين، كون نقول المساس بالمشاعر الدينية. نحن مش نطلب من الناس كون يكونوا مؤمنين الساعة بالمناسبة، أما نطلب منهم كونوا يحترموا مشاعر المؤمنين. كي نمشي للهند أنا نحترم مشاعر البوذيين وغيرهم في تصوري أنا، هذه قاعدة عامة نعتقد كونه أخلاقية وتمكننا من باش نكونوا نعيشوا هالسلم هذا الديني، خاطر نحكيوا الناس على السلم الديني في البلايص فيها طوائف. هذه ساعة قاعدة نتفقوا عليها توانسة بقطع النظر على كل شيء. وفي تصور يلزمها نص قانوني، ويغلط اللي يقول لك فما نص قانوني يحمي المقدسات أو المشاعر الدينية، لأنه ما فماش. مجلة الصحافة القديمة، المجلة الجديدة 115 المرسوم، كيف يحكيوا على المساس بالمشاعر بالشعائر الدينية، الشعائر الدينية هي العبادات. عبارة قديمة ولكن الشعائر معناها عبادات مش معناها المقدسات مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأساس اللي يقوم عليه المعتقد، هذه مش محمي في القانون التونسي. إن شاء الله نعملوا قوانين تحميه. ديما نعاود نذكر النمسا عندها قانون يحمي المشاعر الدينيه للمؤمنين. النمسا على سبيل المثال هي دوله ديمقراطيه معناها فاتتنا معناها بمده طويله معناها في الديمقراطيه، شيء ما يمنع. هذه معناها باش نقولوا كحد من حريه الاعلام ما غير ما يمس بحريه الابداع وما غير ما يمس بحق النقد وبما في ذلك النقد الديني. فرق بين كاتب يكتب في كتاب ربما ينفي فيه النبوء هو حر، وبين شخص يكتب يمس بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأي نبي من الأنبياء أو بأي قديس من القديسين بالنسبة لديانات أخرى. الأسلم كونه وقت يكتب يمس يدخل في الميدان الحساس هذا اللي هو الدين والمشاعر الدينية تكون غايته البحث عن الحقيقة بأسلوب علمي مش باستفزاز المشاعر. نفس الشيء بالنسبة للفنان، مع احترامنا للفن وكونه يلزم الحرية إلى حد كبير، معناها يهمش الحرية بقى كبير، المنطق السليم ما يستفزش مشاعر الاخرين سواء كان مؤمن ولا ما كانش مؤمن. ما عندناش دخل باش يسالوه نحن على ايمانه في الموضوع. كان اتفقوا على القواعد هذه يكون هام برشا.